سوبر لايت. الحديث 30 دقيقة، مرحبا بكم في سبور لايت. طاهر صولا اسم مش غريب على جماهير زليزة. رسميا السيد هذا قدم ترشحه لانتخابات مستقبل جابز. هذا طاهر صولا يأكد الأخبار. ما عادش عندها اللوكال الشيخة حكمت عليها، ما عادش عندها حق تكذب أحكام في تونس. عندها ولينا نحشمو في تونس ولا حتى هنا في كيف نحشمو يقولوا اسم الزيزة لعبت حجاب. ما كنتش نصور في نعدي العطلة نتاعي في كيف عندي برا مسافرة وعندي خدمتي يعني كيف نصور تونس خاطر ما يجينا لها شوي. وفما كيف لعبة كيف لعبة حابين احنا كمستشارين حابين احنا عبيد اخرين تتقدم. اما فما 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 ياسر حاجات خايبه وخلينا الباهي اللي احنا نشوفوا شو مازال فيها سامسة مازالت عندها كلوه مازال عندها ما بديش نشوفوا هي داخليتها خاطر حابين نشوفوا الحساب حابين يعطونا الحساب باش نعرفوا داخليتها شنو هي. احنا تو دراسه الفيفا تاع المستقبل الجابس هاي في دراسه تاع المستقبل الجابس هاي المستقبل الجابس حابين والحقيقه ما حبوش يعطوها لنا. احنا حابين في اسومبلي يجوا يقولوا لها وش فيها وشدوها معنيش تشدوا حني اما ما حبوش يوصلوا لهذايا وحتى الرئيس الحالي قال ما نعطي الحساب كان بعد 90 يوم هل في المندوبيه صرحوا في المقدم استقالته وقال ما نعطي الحساب كان بعد 90 يوم حني ما نقلوا في السلسله يعني اما المهم تو باش ما يكونش فيها خلل عملنا شويه لازمه باش ما تمثلش. هي الجلسه هذه ماهيش رئيس مستقيم الجمعية ما عندهاش اللوكال ما قدمش حسابك نتاع حتى شي مو دونك زوز اسماء باش تكون حاضره في انتخابات مستقبل جابس لحبيب الفيسي وطاهر صولا. وفما نيه كبيره تاخير موعد انتخابات اللي كان يكون 3 اوت الى موعد اخر.